أنا أصلاً ما يشرفني أبقى بهيك نادي. بس يعني النادي ما النجم إيش يسوي طقوق وفلوس. في الحلقة القادمة أصيل يستعد للمنازلة، لكن هديل رح تقدر تخفي اهتمامها؟ يوم بعدني بداية الطريق، ما أعرف إذا رب العالمين كاتب لي أمشي بيه أو لا. المتمرد غدا 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.